والآن ننتقل لمتابعة حالة الجو والأرصاد الجوية. فاطمة خليل مرة أخرى. فاطمة، شكرا محمد، شكرا سحر، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس بارد صباحا مائل للدفء نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 22، الصغرى 14، اسكندرية 22-14، مطروح 23-11، بورسعيد 20-13، الإسماعيلية 23-12، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 22-12، العريش 21-11، طابة 23-13، شرم الشيخ 25-17، غداء 25-14، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 27-11، أسوان 28-12، الوادي الجديد 26-8، شلاتين 26-17، حلايب 24-17، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.